يلا نكمل طول هنا. الحصة النهاردة رقم 3 أعتقد يعني. طيب بابا كي بطري يرخو تيس ميغالو بولي أوس ألكسندرياس نمني إيتي نو سيمبوليس بي من ريتن تبي خريستوس. بابا كي بطري يرخو أليكسان إيد
احنا الجيل كم دي؟ عليك صامي نمني
وديها ورجعيها على طول، ما تعطليهاش عنك. يلا نمي واحد
بليوتف أوان كمان مرة بليوتس أوان واحدة وثلاثة بس دي واحدة وثلاثتين يبقى افضلت بضعفها حسب الكلمة المهم ان انا أخذ. لا لا هي بمدريد عموما ناقصة ناقصة يعني دي المنظومة الكاملة بتاعتي السليمة من يوم السؤال دي اللي انا هقيس عليها فبمدريد هي اللي مختزلة شوية يعني هي زي جملة اعتراضية كده الاصل دي الاصل دي الاصل بنيوت السؤال بنيوتس أوه أبن بطري أرشيس أبن بطري أرشيس برضو ما تركنش عليها زي أنت بخريستوس أنت أيوة لا 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 إنوسم بوليس إنوسم بوليس أبنيوتيس أوان بطري أرشيس
اللي هو مش هتقول معاه اسم. هتقول اتنين ورا بعض صعب يعني، اربعه ورا بعض كده يبقى مش مريحه للودن. لو انت الرشيد مش تبع اسم في عين تبع بابا مباشر وهتقول ليله العيد، قول طبعا على افتي. لو انت تبع اسطف طبعا او مطران هتلم دي وتقول لو اتقالت صح. لو اتقالت صح قول بالطويل كله، بس يعني كتير. طيب اسمع مين اللي خدناه. انا مش عايز اكتر النهارده عشان ايهاب غايب وكده، عشان ما يفوتوش كميه. بابا كي باتري يرخو تيسمي Amen.
Oh,